مرحبا، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم الوصفة كتير سهلة وبسيطة للي بحب الشوكولا، أكيد بدون جيلاتين، إن 4 مكونات فقط. بعتقد المكونات موجودة بكل بيت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك للفيديو. يلا نبلش. 2 كاس من الحليب السائل. سعة الكاس اللي استعملتها 250 ملي، 3 معالق من الكاكاو المر أو الكاكاو المحلى المتوفر. بنحرك كتير منيح لنتخلص من كل كتل الكاكاو الموجودة بالخليط. بعد هيك بنضع الخليط على الغاز، ما في داعي للتحريك. بالنسبة للشوكولا، أنا هون عندي 60 جرام من الشوكولا، فيك تستخدموا أي نوع أنتوا بتحبوه أو أي نوع متوفر. بسخن الخليط عنا، بنضيف الشوكولا وبنستمر بالتحريك لحتى تدوب تماما. أنا هي آخر خطوة عنا. أول ما ببلش يغلي الخليط بنضيف ظرف من الجيلي كوب. الظرف اللي استعملته أنا بنكهة الفراولة، فيكم تستعملوا أي نكهة أنتوا بتحبوها. بنخلي الخليط يغلي مدة دقيقة مو أكتر من هيك. هلأ بعد ما جهز الخليط عنا بنفضيه بالقالب. القالب مبلول بالمي، ضروري يكون مبلول المي. هلأ بنضربها هيك شوي مشان نتخلص من الفقاعات الموجودة. بنتركه يبرد بحرارة المطبخ، بعد هيك بندخله على البراد مدة ساعة أو ساعتين. هتشكل الحلى بعد ما طلعته من البراد. أخذ معي 1.5 ساعة. انتو لازم تتركوها بالبراد على حسب نوعية الجيلة اللي استعملتوها. زينتها بالكاكاو، مثل ما شايفين القوام كتير طيب، يعني قوامها كتير خفيف ومتماسك. لو جربتوا الوصفة أكيد أكيد اكتبولي بالتعليقات. وشكرا كتير لو لسه عم تشاهدوني لحد هلا. ضلوا بخير ومع السلامة.